حدثنا هدبه بن خالد حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتاده عن انس بن مالك عن مالك بن صعصعه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليله اسري به ثم صعد حتى اتى السماء الثانيه فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم فلما خلصت فاذا يحيى وعيسى وهما ابنا خاله قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح